افتتح الرئيس الصيني أطول جسر مائي في العالم يربط بين بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو، ذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار. يتألف الجسر من مقاطع يبلغ طولها حوالي 35 كيلومترا، إلى جانب نفق بطول 7 كيلومترات و700 متر. كما ويعتبر هذا الجسر بمثابة إنجاز هندسي استثنائي، إذ بني ليتحمل زلزالا بقوة 8 درجات. كما وسيعمل المشروع على التقليل من زمن المواصلات بين المناطق الثلاث من 3 ساعات إلى نصف ساعة فقط.